السلام عليكم أعزائي التلاميذ، سوف نقوم بشرح مبسط للدرس ديال التريونغل سومبلابل أو ما يسمى بالمثلثات المتشابهة. يعني هناك تشابه بين مثلثين. نبدأ بالمثلثات المتشابهة. كيسكو سا فدير مانتونو دو تريونغل سومبلابل؟ شنو هما مثلثين متشابهين؟ تيكون عندنا واحد المثلث، مثلا هذا مثلث طول ديال هاد الضلع بي أ هو دو، مثلا غنختارهم عشوائيا، وهذا مثلا ثلاثة وهذا مثلا هو أربعة. مثلا هذا الضلع غادي نضربوه في 3، يعني هذا الضلع غادي يولي 6. هذا نضربوه في 3، يعني هذا غادي يولي 9. هذا نضربوه في 3، هذا غادي يولي 12. يعني خدينا هذا المثلث وقمنا بتكبيره، او اخذنا هذا المثلث وقمنا بتصغيره. اذا الذي يتغير هو طول الاضلاع. هذا الضلع 2 تكبيره 6، اذا ضربناه في 3، كذلك باقي الاضلاع قمنا بضرب كل ضلع في 3 مثلا. إذا نقول أن هذا المثلث كبرناه أو قمنا بتكبيره 3 مرات. قمنا بتكبير هذا المثلث 3 مرات، on a grandi ce triangle 3 fois. أو بيان العكس، قمنا بتصغير ريدكسيون ديال هذا لو تريانجل في 1 على 3، يعني قمنا بتصغيره 3 مرات. أو نيفو دي زونجل، هذا هو المثلثان سومبلابل، المثلثان متشابهان. يعني أخذنا مثلث وضربنا معاني، ضربنا اطوال اضلاعه في عدد حقيقي غير منعدم، وحصلنا على مثلث كبير او مثلث صغير. نقول ان هذا المثلث وهذا المثلث فهما مثلثين متشابهين، او بيان دو تريونغل سومبلابل. اشنو كيوقع في زونغل الزوايا؟ بالنسبه للزوايا، اذا خديتي هذه الزاويه مثلا 20 درجه، وحتى هذه غتكون 20 درجه، فالزوايا لا تتغير. إذا ولو أننا كبرنا هذا المثلث أو قمنا بتصغيره فالزوايا لا تتغير، الزوايا لا يشملها التكبير ولا التصغير. الذي يتغير فقط هو طول الأضلاع، هذه معلومة. مبدئيا إذا أردنا أن نبرهن أن مثلثين سومبلابل، تو سامبلومون بور مونتري كو لي دو تريونغل سون سومبلابل، أشنو تخصنا؟ يجب أن نبين أن هناك زاويتين فقط متقايستين، زاويتين في هذا المثلث تقايس زاويتين في مثلث آخر. عمليا هكا اللي كنديروا باش نبرهنوا ان مثلثين متشابهين. هناك طرق اخرى ولكن ما نستعمل غالبا زاويتين في مثلث تقايس زاويتين في مثلث اخر، يعني ان هذان المثلثين سون سومبلابل. باغ اكزومبل نو زافون لونغل ا، لونغل ا، لونغل ا ايغال ا لونغل او، اي لونغل بي اللي هي بالاحمر تساوي لونغل اف اللي هي بالاخضر بالاحمر. C'est-à-dire, on va déduire quoi? Les deux triangles sont comment? Sont semblables. Tout simplement, sont semblables. Les angles correspondants. L'angle A, c'est le correspondant de là. Le correspondant de là, il y a E. L'angle B, le correspondant de là, il y a l'angle F. Mais bien. Ou là, par exemple, nous avons dit qu'ils sont semblables. Qu'est-ce que c'est l'angle? واحد لونغل مثلا لونغل ا كتساوي لونغل او، عفاكم تكون سومبلابل، تكون كوغيسبوندون ديالها، ماشي تاخذ لي لونغل ا مع لونغل اف. نو لونغل ا كوغيسبوندون يعني اللي كان يشوفوا نفس الجهه، كوغيسبوندون اون فرونسي. مزيان، لونغل ا كتساوي لونغل او. الى خدينا هذا الضلع هذا بي ا قسمنا على لو كوتي اللي هو كوغيسبوندون ديالو اللي هو او اف، خاص يساوي لينا لو كوتي ا سي على لو كوتي لو كوريسبوندون ديالو هو او جي. كاين مع التلميذ صافي، هنا دابا كنستدعو نقولو ان عاوتاني هادي دو تريون ايل سون كومون ايل سون سومبلابل. هناك طريقة أخرى ثالثة ولكن لا نستعملها، التي نستعمل هي هاد الطريقة هادي الأولانية، الطريقة الأولى هي اللي كنستعملو. الطريقة الثانية كيقول لك الأضلاع المتناظرة كلها متناسبة، لي كوتي كوريسبوندون كلهم يعني بروبورسيونيل. سيتادير الى خدينا ا بي قسمنا على لو كوريسبوندون ديالو اللي هو او اف، خاص يساوي لينا ا سي على لو كوريسبوندون ديالو اللي هو او جي، خاص عاوتاني يساوي لينا بي سي على لو كوريسبوندون ديالو اللي هو اف جي. ولكن راه اللي كنستعملو قلتها لكم وهي هذه القاعده، هذه اللي كنستعملو، هذه اللي كنستعملو بزاف، يعني دو زونغل
deux paires de angles sont égaux à deux paires de angles dans un triangle, directement elles sont semblables. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu as 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 dit, les angles, maintenant les humains correspondants, ou là, qu'est-ce que tu as dit, les côtés les humains correspondants. Regardons maintenant. Il a dit, c'est l'angle, il y a avec l'angle, c'est l'angle. Je sais, le côté qui est en face de là, BC, maintenant, il y a BC. إذا أخذنا هذا الأنجل هي بالكحل أو تاني أشنا هو المقابل معها هو FG إذا لو كوريسبوندون ديال BC راه هو FG يعني هذيك الزاوية A كتشوف لأي ضلع كتشوف الضلع BC كنشوف الزاوية E حتى هي كتشوف لأي ضلع كتشوف الـ FG سيتادير BC لو كوريسبوندون ديالو هو FG نمشيو مثلا لهذه بلون الأزرق هذه بلون الأزرق اشنا هو الضلع المقابل معها المقابل لها هو او اف غادي نمشي لديك الزاويه الازرق في داك المثلث الصغير الضلع المقابل لها هو بي ا اذا لو كوريسبوندون ديال او اف هو بي ا واخيرا باللون الاحمر هاد لونغل هادي باللون الاحمر اشنا هو الضلع المقابل لها هو او جي اذا او جي اشنا هو لو كوريسبوندون ديالو هو اسي علاش علاش لان كذلك في هذاك المثلث الصغير الزاويه بي المقابل معها الضلع المقابل معها هو اسي اذا لو كوريسبوندون ديال اسي هو او جي مفهوم وهاد لي زونغل غالبا كيعطيو لكم كيعطيو لكم هما يعني مساعدات واحد لونغل بعدا كيعطيها لك كتكون عندهم نفس القياس وبالتالي كتقلب غير على الاخرين صحيح دونك بور مونتري كو دو تريونغل سون سومبلابل جينيرالمون On va montrer qu'il existe deux angles, deux paires de angles sont égaux directement. C'est-à-dire, par exemple, dans son triangle ABC, on écrit comme ça ABC égale à l'angle EFG. Et donc, on a et l'angle, par exemple, BAC égale à l'angle FEG. C'est-à-dire, comme ça, donc, donc A B C et E F G sont semblables. Tout simplement. On va voir un exercice inchallah la séance prochaine. On va voir l'exercice parce que je vais vous faire comment on peut appliquer la propriété d'elle. Les triangles sont semblables. Merci.